أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، في هذا اللقاء الأسبوعي يتجدد الإيمان ويتجدد الإخلاص وتتجدد النصائح من علماء جاءونا لكي يساعدونا في أن يقربونا إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نجعل هذا الشهر غنيمة، أن نجعل شهر رمضان غنيمة بين أيدينا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. معنا وشرفنا في هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور بسام عمر الحنفي من علماء الشام والإمام والخطيب بوزارة الأوقاف بدولة الكويت، وننتظر فضيلة الشيخ الدكتور كمال درويش إلى أن يصل إن شاء الله سبحانه وتعالى. لكن دعونا أولا نبدأ مع فضيلة الدكتور بسام في هذا اللقاء الطيب على قناتنا، قناة هذه قرآني سر حياتي، قناة لكم، نسأل الله أن تكون دعوة لله خالصة. فضيلة الدكتور بسام، الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان يتجرد من بشريته، يتجرد من بشريته لكي تصفو روحه ولا يركن إلى الدنيا، ولا يركن إلى جوازب الدنيا من شهوات وغيرها، ولكن الله يريد من الإنسان أن يصفو ويسمو بروحه إلى الله سبحانه وتعالى. يقول سيدنا ابن عطاء رحمه الله، يقول: أخرج من أوصاف بشريتك عن كل وصف مناقض لعبوديتك لتكون لنداء الحق مجيبا ومن حضرته قريبا. شيخنا الكريم، هل الصوم يساعد على هذا الأمر؟ هل الصوم يساعدنا على أن نخرج من البشرية إلى أن نصل إلى يعني العلوية بالارتقاء بالنفس؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بادئ ذي بدء أشكركم شيخنا الفاضل الشيخ سيف الإسلام على دعوتكم وعلى هذا اللقاء الطيب الذي يعني تتفضلون به، ونشكر السادة المستمعين جميعا على حضورهم ومشاركتهم. حقيقة الصيام في هذه العبادة إنه نوع من أنواع العبادة، والعبادات من مهامها ومقاصدها أن تهذب النفس البشرية، وكل الأديان والشرائع جاءت لتهذب النفس البشرية. فرب العالمين جل وعلا ذكر من مهمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فقال: يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. هذه التزكية هي تزكية النفس، والمقصود بتزكية النفس أن تكسبها الصفات الحسنة والطباع الحميدة، وأن تجنبها الصفات السيئة المرذولة. فرب العالمين سبحانه وتعالى خلق الإنسان وهو عنده استعداد للشيئين، فقال جل وعلا: فألهمها فجورها وتقواها. قال: ونفس وما سواها، يقسم بالنفس، فألهمها فجورها وتقواها. فهذه النفس عندها استعداد لتعمل، وعندها استعداد لتنحرف، وعندها استعداد للطاعة. لذلك جاءت العبادات لتهذب النفس، والصيام أحد هذه العبادات العظيمة الذي يرتقي بالإنسان إلى مصاف مقام الإحسان والإخلاص والإيمان. لذلك الإنسان لابد أن يخلص نفسه من هذه الأخطاء. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، وفي رواية: لا يجهل. هذا دليل أنه يريد أن يهذب النفس. فهذه هي الحقيقة المهمة الخطيرة للإنسان التي يجب أن ينهض بها المسلم، أن ينهض بها ليخلص نفسه من العجب، من الحسد، من الحقد، من الرياء، من الشح، من حب الدنيا. هذه الصفات التي يذكرها الإنسان، هذا التي قال عنها ابن عطاء التي تفضلتم بها، على الإنسان أن يتخلص من الصفات البشرية، يعني الصفات الدنيوية الدنية، أن يرتفع بالعبادة
بالطاعة لله عز وجل. الأعمال هي أجساد، أما روحها هو الإخلاص. فالأعمال هذه، أنت تقرأ القرآن، أنت تصوم، أنت تصلي، هذه الأعمال روحها ولبها الإخلاص. وأحسن ما يربي الإخلاص في النفس إنما هو الصيام، فالصيام يهذب هذه النفس ويهذب هذه الطباع ويهذب الحقيقة، يهذب النفس البشرية ويعيدها إلى إيمانها. فلذلك تجد النفس البشرية متقربة إلى الله في رمضان، تسمو النفس وتطهر النفس وتصبح النفس في رقي مع الله عز وجل، يجد الإنسان حلاوة الطاعة. لذلك هذا هو الصيام وهذا معنى الصيام. فالإنسان كل شيء يمكن أن يؤدي إلى إذهاب العبادة أو حقيقة العبادة عليه أن يتخلص منه، فلا بد أن يتخلص بكل ما لا يتفق مع مسالك العبودية. نعم، الصيام كما تفضلتم فاضل هو مدرسة عظيمة لهذا الإنسان ليدخلها ويخرج منها متقربا إلى الله عز وجل. الصيام كف وفعل، فهو يكف عن المحرمات والمعاصي. الصيام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، الصوم وجاء، وجاء أي وقاية من الفتن، من الشرور، من الفساد، فهو يحمي الإنسان ويجعله متقربا إلى الله عز وجل. نعم سيدي. سبحانه وتعالى. طب شيخنا الكريم، إذا كان الإنسان بهذه الدرجة، هل الإنسان ربما مطلوب منه أن يصل إلى درجة الإحسان؟ درجة الإحسان نحن نعلم جيدا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان مع أصحابه في المسجد، فدخل رجل شديد بياض الثوب وجلس فأسند ركبته إلى ركبتيه، ثم سأل الرسول صلى الله عليه وسلم، هو سيدنا جبريل عليه السلام، سأل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله أخبرني ما الإسلام، السؤال الثاني أخبرني ما الإيمان، ثم السؤال الثالث أخبرني ما الإسلام، ما الإحسان، ما الإحسان. يبقى إذن هناك إسلام وإيمان. الإسلام والإيمان يقوم عليهما الإسلام كركنين أساسيين، الإسلام بأن ننطق بالشهادتين، والإيمان هو العمل القلبي الموافق للقلب. لكن لما الإحسان؟ لما ذكر الإحسان؟ نعم، بارك الله بكم، وسؤال في محله، وأحسن الله إليكم أيضا. هذا هو الإحسان الطيب، أن تسأل الأسئلة المتقنة. أيها الأخ الكريم، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، أيها السادة المستمعون والمستمعات، شهر رمضان تتجلى فيه العبودية بأجمل صورها. هذه العبودية التي تتجلى في شهر رمضان بالطاعة والصوم ومراقبة الله عز وجل وبالإخلاص. فيعني قال بعض العلماء، قال صحح أعمالك بالإخلاص وصحح إخلاصك بالتبري والحول. وهذا الصيام هو المدرسة الحقيقية ليتقن الإنسان العبادة. كما تفضلتم، الإسلام درجات، درجة يعني الدين كله درجات. درجة الإسلام يعني بداية العمل، ثم الإيمان يعني يكون العمل خالصا لوجه الله، أو فيه يعني تقرب إلى الله وصدق مع الله عز وجل. ثم إذا أتقن هذه الأعمال وصل إلى درجة الإحسان. فالإحسان مع الإسلام والإيمان في الحقيقة يعني أمور مترابطة، لا كما يظنها الناس أن كل واحدة درجة منفصلة، لا، هي مع بعض، ولكنها ترتقي، يرتقي الإنسان فيها، يبدأ بالعمل ثم يخالط بشاشة القلب، ثم بعد ذلك يستحضر أنه مع الله عز وجل. هذا يسمونه مقام الإحسان، مقام الرؤية، مقام الشهود، مقام الإنسان عندما يعمل كما كان سيدنا حارثة عندما سأله النبي كيف أصبحت يا حارثة، قال أصبحت كأني بعرش ربي بارزة، يعني صار ينظر، قال كأني أنظر إلى أهل الجنة في نعيمهم يتزاورون، وإلى أهل النار في جحيمهم يتعاون أي يصرخون. يعني أصبح يرى هذا الأمر كأنه يشهده. هذا هو المقام الإتقان، مقام يعني الإنسان عندما يعمل العمل يعمله إلى درجة عالية. حتى الإحسان درجات، أن تعبد الله كأنك تراه، إن لم تكن تراه طيب، قال فإنه يراك.
فالصيام هو من أفضل العبادات التي يمكن أن يرتقي بها الإنسان، يبدأ بالصوم والصوم يراقب فيه ربه ويتقن عبادته، بعد ذلك ينظر إلى الله عز وجل فيصلح الظاهر والباطن ويخلص في هذا العمل ويتبرأ من حوله. نعم، الصيام هو المدرسة للإحسان، هو مدرسة عظيمة ليتقن الإنسان عبادته. الإحسان إحسان إلى النفس وإحسان إلى الخلق، يعني هذا الموضوع كما تفضلتم موضوع كبير، نحن نلخص فيه زوايا متعددة. الإحسان إلى النفس أن أطيع الله عز وجل بمقام الشهود كأنني أرى الله، أو الله معي، الله شاهد علي، الله رقيب علي، أجلس وأستحضر أن الله مطلع على أعمالي وهو من أسمائه الرقيب، فهذه المراقبة في درجة الإحسان. كذلك أن أحسن إلى الخلق ابتغاء وجه الله عز وجل، فرمضان مدرسة للإثنين، لنوعين من الإحسان، الإحسان إلى النفس والإحسان إلى الخلق ومراقبة الله عز وجل، في مراقبة الله جل وعلا. نعم، الصيام هو شهر العبودية، وهذه العبادة التي ترتقي بالإنسان إلى مصافي الإحسان. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا هذه المراتب. أخدم بس بكلمة إذا سمحت للشيخ، شيخنا الكريم، الاعتكاف في رمضان هو مدرسة إحسان. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف في رمضان، وآخر رمضان اعتكف 20 يوما. لماذا؟ لأن الاعتكاف باختصار هو لزوم النفس في الطاعة لله عز وجل، يعني تفرغ من الدنيا وما فيها. هذا مقام الإحسان، عندما يتقن العبد في العبادة ويخلص في العبادة، ثم يتقرب إلى الله ويشهد الله عز وجل وهو مع الله جل وعلا، فيعتكف في قلبه مع الله ذكر وقرآن وقيام ودعاء ومناجاة وتضرع، هكذا يكون إن شاء الله. هذا رمضان وهذا شهر الإحسان، نسأل الله أن يبلغنا هذه الدرجات. عندي الإجابة من سيدنا محمد عندما أجاب على سؤال سيدنا جبريل ما الإحسان، أو أخبرني ما الإحسان، فقال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن ديت منزلة المراقبة، هل هي المنزلة اللي رابط بين منزلة الإسلام ومنزلة الإيمان، هي تربط بينهم منزلة المراقبة أن تراقب الله سبحانه وتعالى، أم يكفي العبد أن يكون مسلما مؤمنا؟ أما الإحسان هذه منزلة ربما يصل إليها كثير من الناس. الله يبارك فيك يا رب. شيخنا الكريم، الإنسان المسلم يرتقي ويتدرج. رب العالمين سبحانه وتعالى قال والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فلذلك نعم، هناك يبدأ بالعمل، يبدأ مثلا بالصيام، يبدأ بالصلاة، ثم بعد ذلك ينبغي أن يكون الصيام حقيقيا أكثر، ينبغي أن يرتقي به فيصوم فتصوم الجوارح، يصوم سمعه وبصره ولسانه، كما قال سيدنا جابر إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمآثم. فيبدأ يرتقي شيئا فشيئا، ففي درجات كما قال العلماء صوم العوام وصوم الخواص وصوم خواص الخواص، وكذلك في كل عمل، كل عمل يرتقي الإنسان، لا يكتفي أن يعمل العمل الظاهر، وقد إذا اكتفى بالعمل الظاهر دون الصدق ودون الإخلاص قد لا يقبل منه، يسقط عنه الفريضة وقد لا يأخذ الثواب الكامل. نعم، المراقبة هي رابط عظيم، لذلك الصوم يعطينا هذه الدرجة، يرفعنا إلى درجة إذا صليت أن تشهد في صلاتك، إذا صمت أن تشهد في صومك، صلي صلاة مودع، كذلك إذا صمت أنت تراقب الله عز وجل، فهي الرابط الحقيقي ليكون الإنسان مع الله عز وجل، ليشهد أنه عبد لله جل وعلا. إذن الصوم فضيلة الشيخ هو بيعلمنا أن يعلم الإنسان أن يكون محسنا في عبادته. نعم. لأن الصوم منزلة المراقبين. نعم. الإنسان بيضع نفسه في تحت مراقبة الله سبحانه وتعالى، فإن استشعر هذا الأمر فإنه قد دخل في دائرة الإحسان إن شاء الله. إن شاء الله. طيب. نعم. لكن من الناس من يسيطر عليه شيطانه أو نفسه تسول له بشيء فيعظم الطاعة التي يقوم في معنى إليها. الدكتور كمال موجود، ها قبل ما تكمل الله يرضى عليك ما تنسانا. فين شيخ؟
لم يعطينا إشعار حتى دكتورنا الحبيب. لا موجود موجود الشيخ. لا موجود يا سيدنا. منذ أنا ما أريد أن أكمل يعني بوجود الشيخ. لا زي العفو العفو أنا أستفيد أستفيد. فضيلة الدكتور نستأذن فضيلة الدكتور بسام ونرتحل مع فضيلة الدكتور كمال درويش عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والإمام والخطيب وزارة الأوقاف بوزارة الأوقاف الكويتية سابقا. شيخنا كنا نتكلم مع فضيلة الدكتور بسام دلوقتي عن درجة الإحسان وحديث سيدنا جبريل عليه السلام في أن النفس لابد وأن تكون ملجمة، لابد وأن الإنسان يلجم نفسه بلجام الإحسان. ما هو الإحسان الذي يربط بين الإيمان والإسلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ سيف، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم فضيلة الأستاذ الدكتور بسام، وأهلا وسهلا ومرحبا بالإخوة الأكارم والأخوات الفضليات المتابعين والمتابعات. وأسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما. آمين. مرتبة الإحسان ليس هناك من تفسير لها أعظم من تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي حضرتك ذكرته، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ودي الدرجة اللي بيسموها درجة المراقبة اللي وضحها لنا فضيلة الشيخ بسام حينما قال له حارثة، سأل حارثة يعني سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم سأل حارثة وقال له كيف أصبحت؟ قال أصبحت مؤمنا حقا. قال حقا، إن لكل قول حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ وقال الكلام اللي سيدنا الشيخ بسام قاله، يعني كأني أنظر إلى عرش ربي بارزة، وكأن القيامة قد قامت، وأرى أهل النار أهل الجنة يتزارعون وأهل النار يتعاون إلى آخره. هذا المقام، مقام المراقبة، اللي يقول عنه سيدنا علي لو كشف لي عن الحجاب ما ازددت يقينا. فالله تعالى يطلع عليه وهو في كل أعماله، يرى أن الله رقيبه ومشاهده ومطلع عليه، زي ما كان سيدنا، لا أذكر سيدنا سعد، لما كان بيتربى عند خاله وكان بقى بيحاول يربيه التربية الإسلامية الصحيحة، فيقول له يعني إذا أويت إلى فراشك فقل الله ناظر إلي، فكان يظل يقولها إلى أن ينام. وبعد فترة قال له قل الله مطلع علي، فترة، وبعدين قال له قل الله معي، بعد كده قال له من كان الله ناظرا إليه ومطلعا عليه ومعه هل يليق به أن يقع في المصير؟ فهو بيراقب رب العالمين في كل أحواله، في كل لحظاته، في كل سكونه، في كل حركاته. دي مرتبة الإحسان، دي أعلى من مرتبة الإسلام والإيمان. يعني الإسلام عمل جوارح، شهادتين، نطق باللسان، صلاة وصيام وزكاة وحج. مرتبة الإيمان أعلى، اللي هي بتتمثل في تصديق بالجنان بالقلب، وقول باللسان، وعمل بالجوارح والأركان. الثلاث حاجات دول. الإحسان هي مرتبة أعلى من ذلك، ودي يعني المفروض إن كل إنسان يحرص أن يصل إلى هذه الدرجة، لأنه حاجة من اثنين: إما أن يكون لديه اليقين أن الله يراه، إذن لابد أن يجود ويحسن عمله، وإما أنه ما يكونش عنده هذا اليقين، وده المفروض يراجع نفسه ويراجع إيمانه من جديد إذا كان لا يعتقد أن الله تعالى لا يراه. يعني يبقى دي والعياذ بالله انتقل من الإيمان ومن الإسلام، انتقل خرج بالكلية يعني. ولذلك كان يقال لأحدهم عند المعصية، وقالوا عند المعصية إذا كنت تعتقد أن الله تعالى يراك فما أشد جرأتك، وأما إذا كنت تعتقد أن الله لا يراك
يبقى فما أشد كفرك. فالمواقبة الإحسان الحقيقة أو درجة الإحسان هي الدرجة اللي بتعلو درجة الإيمان، ودي اللي القرآن الكريم يقول لنا فيها وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. يقول عليه الصلاة والسلام إن الله كتب الإحسان في كل شيء أو على كل شيء، حتى في الذبح الماشية أو ذبح البهائم، إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. من الإحسان إن الواحد ما يوريش وهو بيذبح حيوان، ما يوريش بقية الحيوانات اللي معاه إنه ده هيذبح، بل ما يوريهمش المدية السكينة اللي هيذبح بيها. درجة الإحسان درجة راقية قوي قوي، والمفروض إن إحنا جميعا نتطلع للوصول لها حتى يكتمل إسلامنا ويكتمل إيماننا، ونبقى فعلا الدرجة اللي هي المطلوبة اللي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال فيها اعبدوا الله، اعبد العبادة كل شيء يرضاه الله تعالى، اعبد الله كأنك تراه، يعني كل عمل بتعمله وكأن الله تعالى. شوف صاحب الوظيفة إذا كان يعلم إن صاحب العمل مطلع عليه وشايفه، أكيد بيجود العمل وبيتقنه، فما بالك برب العالمين سبحانه وتعالى. فالواحد يعني يعمل العمل ويعتقد اعتقادا جازما لا يخالطه شك إن ربنا مطلع عليه، فيعني يستحي منه عند المعصية ويجود العمل عند الطاعة وهكذا. شيخنا الدكتور، مشهور عند أهل الكويت وعند أهل الخليج عامة العطور، والعطور اللي هي لها مكانة عالمية وماركات، يعني زي ما بيقولوا، يعني العود هذا لا يصبح له قيمة إلا إذا وضع على النار، فتفوح منه رائحة العود الزكية الجميلة. إذا العود كيف تفوح رائحة العبودية من العبد، وما هي النار التي يعرض عليها لكي تفوح منه رائحة العبودية؟ نعم، الأول النار اللي ممكن تعرض عليها العود، أولا العود ده كل أعمال الإنسان، والنار اللي بتعرض عليه هي الفتنة والابتلاءات، عندها يظهر معدن الإنسان وعندها تفوح رائحة العود عند نزول الابتلاء. يعني أنا ممكن أحدثك عن الإيمان بالقضاء والقدر وألف فيها كتاب، لكن مش دي المشكلة، مش معنى كده إن أنا يعني بقيت خلاص 10/10. المشكلة عند المحك، حينما يتعرض الإنسان لمصيبة تنزل به فيستقبلها بالرضا والتسليم، هو ده يظهر ريح العود أو الطيب بتاعه اللي هو الرضا بقضاء الله تعالى وقدره، كامل الرضا والتسليم. اللي النبي عليه الصلاة والسلام لما قال للست إنما الصبر عند الصدمة الأولى، مش بعد الحكاية ما تقدم وخلاص الواحد يقول أنا صابر وخلاص، يعني زي إن فات عليك الغصب خليه بجميلة، لا، عند نزول الابتلاء. كان الشيخ، يمكن أنا قلتها قبل كده، الشيخ الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق، كان لما يجي يكتب عزاء لحد يقول تلقيت بكامل الرضا والتسليم قضاء الله فيكم بموت فلان، كامل الرضا والتسليم. هنا فعلا تظهر عبودية الإنسان، عبوديته لله سبحانه وتعالى. لأن العبودية ماذا تعني؟ العبودية إن الإنسان هو ملك لله سبحانه وتعالى ويفعل به الله ما يشاء. وعند نزول المصيبة علمنا القرآن إن إحنا نقول إنا لله، إنا بحالنا كده لله، وإنا إليه راجعون. فإذا كنا لله، هو الذي أتى بنا إلى هذه الدنيا، أوجدنا من العدم ورزقنا من العدم، وبعدين بيبتلينا، والحياة كلها قائمة على الابتلاء. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. عند الابتلاء يظهر تفوح رائحة هذا العود استسلاما وانقيادا لله سبحانه وتعالى. في سورة الكهف إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوكم أيهم أحسن عملا. فالحياة كلها قائمة على الابتلاء.
الانصهار الحقيقي ان عبوديه الانسان ان حينما يتعرض لابتلاء يكون راضيا ومستسلما ويرضى بقضاء الله تعالى وقدره. ولذلك الايمان بالقضاء والقدر ده ركن من اركان الايمان. الايمان بالقضاء والقدر تظهر حين نزول البلاء، هي دي عند الفتنه، هي دي اللي هي عرض العود على النار، هي دي الفتنه اللي ربنا سبحانه وتعالى جعل الحياه كلها قائمه عليها. والا ما ربنا سبحانه وتعالى خلق الخلق ويعلم ما سيقومون به، لكنه يريد ان يؤاخذهم على اعمالهم، على ما سيقومون به، على ما سيتعرضون له من ابتلاء ومحن. وهل المحنه دي بالصبر عليها ممكن تتحول معهم الى منحه؟ بنص القران الكريم الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون، اولئك شو بقى من محنه هتتحول الى منحه، اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. مين يزهد في عطاء الله سبحانه وتعالى عند نزول المصيبه والابتلاء وانه يقول انا لله وانا اليه راجعون؟ يزهد في اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. يقينا احمق اللي يزهد في هذا الفضل الذي يعطيه الله للانسان. نعم. نعم. دكتورنا الحبيب، في وقت متبقي نقتسمه بينكم، تضخم العباده في نظر العبد، في حديث رواه الامام الترمذي: لا يبلغ احدكم ذروه الايمان حتى يكون الناس عنده أمثال الأباعر في جنب الله تعالى، ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أحقر حاقر. ده رواه الإمام الترمذي. الحديث وإن كان فيه ضعف، لكن هل يؤخذ بفضائل الأعمال من ناحية الإنسان بيجعل تضخم العبادة عنده مدخل للشيطان؟ دقيقة ناخدها من حضرتك ونبقي دقيقة لفضيلة الدكتور بسام. هو ده يعني تعاليم الإسلام. يقول الله سبحانه وتعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. حتى لو أنت شايف واحد على درجة طيبة من العمل الصالح والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، أما تيجي تمدحه تقول نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله، يعني لا تقطع بهذا الأمر. وده عشان ما تتضخمش الأنا عند الإنسان ويبقى فاهم ان هو يعني عمل عمل كبير ومش عارف، لان هو اللي عمله ده هو في صالحه. الله تعالى غني عن خلقه ومش محتاج ده للعباده بتاعنا. ولو الامه كلها اجتمعت على قلب رجل واحد وعصت الله سبحانه وتعالى فلن ينقص من ملك الله شيئا، كما انها لو اجتمعت جميعا على قلب رجل واحد واطاعت الله سبحانه وتعالى لا يزيد ذلك في ملك الله شيئا. اللي بيستفيد من هذا هو الانسان، وبيعمل ويرى نفسه اقل انسان في هذا الوجود. سيدنا ابو بكر الصديق اللي خد درجه الصديقيه اللي هي بعد النبوه يقول: لا امن مكر الله ولو كانت احدى قدمي في الجنه. يعني دايما على وجه الوقوف. نعم، رضي الله عنه. نعم. دكتور بسام، شيخنا الحبيب، ايه راي حضرتك في الحديث وتعليقك عليه؟ أقول لا عطر بعد عروس، وقد أجاد وأفاد الدكتور، الله يجزيه الخير. المقصود طبعا المعنى، الله يسلمك، المعنى لا شك يعني هذا موجود عندنا بغض النظر عن الحديث أنه أثر أو يعني حديث قوي أو غير ذلك، أما المعنى أكيد موجود وهذا مطلوب، عدم الاغترار بالنفس وعدم الاغترار بالعبادة. الإنسان عليه أن يتقي الله عز وجل، كل ما يكون من الإنسان هو من الله، وما بكم من نعمة فمن الله، أعمالنا هي بتوفيق من الله جل وعلا. فالإنسان لا يرى نفسه في العبادة، لذلك يستغفر الله في السحر مع أنه يكون قد قام الليل، يستغفر الله بعد الصلاة مع أنه كان في صلاة وفي عبادة. يعني يلخص لنا العالم الزاهد العابد حاتم الأصم هذه الأمور فيقول: لا تغتر بموضع صالح فلا أصلح من الجنة ولقي آدم فيها ما لقي. يعني إياك أن تقول أنا جالس في المساجد وأعبد الله. قال: ولا تغتر بكثرة العبادة، فإن إبليس كان مع الملائكة
ولقي ما لقي. ولا تغتر بكثرة العلم، فإن بالعام أي يقصد به الذي ذكر في سورة الأعراف، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. هذا كان رجل يحسن اسم الله الأعظم، وكان العلماء طلابا له، ومع ذلك انحرف بعد ذلك، ويعني ترك الطريق المستقيم. فقال لا تغتر بكثرة العلم، وقال لا تغتر برؤية الصالحين، فإن هناك من شاهد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ولم ينتفع به، مثل أبي جهل ومثل أبي لهب وغيرهم. فالمسلم لا يغتر بالعبادة، بل بالعكس، يعبد الله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يعملون الأعمال ويخافون من عدم القبول. نسأل الله أن يتقبل منا يعني في النهاية أجمعين. يعني في النهاية الإنسان عندما يعمل العمل، أنا أقول هذا الكلام لأن في شهر رمضان الإنسان بيزيد من طاعته من عبادته، فلا يغتر. كثير من الناس ربما يغترون بصلاة أو بعبادة أو بكثرة سجود أو ركوع، لكن في النهاية المفروض يقول سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك. يتهم نفسه دائما بالتقصير. أحبتي في الله، جزاكم الله خيرا على هذه الدقائق المعدودة الشيقة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناتكم.